خدي دي كمان بقى. قول. ممكن تقولي لي انهي اللي اطول، الليل ولا النهار؟ لا قول انت. انا ما اعرفش اصلا، عمري ما شفتهم واقفين جنب بعض. لا بصراحه دي حلوه، بس انا اسفه جدا، يعني النهارده فالنتين والمفروض تنزل مع صاحبتك. صاحبتي يا حبيبي ما تاخديش في بالك، احنا كبرنا على الحاجات دي قوي. ليه؟ ايه ده ايه ده ايه ده، ايه الكلام اللي انت بتقوله؟ مين اللي كبر؟ ده انت زي القمر وفي عز شبابك. اه وغزال وتتحمق، ده مليون واحده تتمناك. انت قد الكلام ده؟ طبعا انا هروح اتحمق عشان مليون واحده تتمناني. بس يعني ما تزعلش مني، انا عايزاك تغير الستايل شويه، يعني تلبس الوان فريحي كالرفل. ده النهارده عيد الحب، انزل وتشوف، ده البنات هتبقى عليك كده. ازيك يا عمرو؟ ازيك يا حبيبي؟ اهلا يا مرتدل. اهلا اهلا. في ايه؟ انت مالك مودي كده النهارده؟ انت مالك يا ستي؟ مالك ومالي مودي ولا عبودي؟ انت مالك بيا؟ ازيك يا رشيده؟ لا بس لسه بتقلشي؟ طبعا. ممكن اقعد اقلش معاك شويه؟ اتفضل. ميرسي. ازيك يا عم؟ ازيك يا سيبكوا تقلشوا بقى، وانا هقوم اتحمق وادلع نفسي عشان الفالنتاين. يلا قول. لا قول انت الاول. لا قول انت. لا لا ما يصحش، لازم انت اللي تقولي الاول. الو. ايوه انت فين؟ حلو قوي قوي قوي، خرجتي من اوضتك رحتي الصاله من غير ما تقولي لي. ما قري لا انا هم قري. بص يا ماما على بلاطه كده، انا ايه مش شاب التوتم اللي انت كنت تعرفيهم. ها بصي انا قفشت. سلام. ها سلام. أخيراً مش هجيب هدية فالنتين. يا مقاريل. بقى البت تخرج من الأوضة وتروح لحد الصالة من غير ما تكلمك في الطرقة يا حمار. يا دي عبيد دسيم عشان ما اجيبلهاش هدية. وبعدين أنت خارج ولا إيه؟ أنا خارج مع صاحبتي يا مقاريل. طب ما تاخدني معاك. أخدك معايا فين يا ده متخلف أنت؟ أنا خارج أنا وهي بس. يعني إيه؟ يعني مش هينفع. لا هينفع. مش هينفع. هينفع. بقول لك مش هينفع. هينفع. يا ده همد إيد عليك يا. والله ما تقدر. طب أقول لها. طب لو ليه اخت صغيره يبقى لغيني. يا ده عيب يا. لا مش عيب. هسالها بس البس كويس، البس كويس يا بنت اللذينة. طب انت منين؟ من المغرب يا رشيده. انت بتعرف المغرب كويس؟ طبعا. انا يا سيدي من مكان اسمه مكناس. مكناس كلامها عجب، ومكناس قلوبها ذهب. طب خد قلش مغربي بقى، بحال مكناس بحال فاسكي، فاسكي مكناس. حلوه. حلوة رغم اني ما فهمتهاش. وبيقول لك في فاس بتحب تاخد كل حاجة مع انها مش محتاجة. معلش سوري انا هستأذنكم لان وراي حاجات مهمة قوي. قول كمان. طب انت صحيح قاعدة لحد قد ايه في مصر؟ يعني لغاية يوم الاثنين. يعني قاعدة كتير. كتير كتير مش قلتت. ايوه صح. حلوة صح؟ حلوة جدا. يبقى ان شاء الله جايه من المغرب عشان تقعدي مع مرتضى؟ يلا خلاص انزلي عشان اخرجك. لا انا مش عايزه اخرج. لا ما انت هتنزلي معايا دلوقتي عشان اتفشخر بيكي. لا اتفشخر بعدين، بس انا دلوقتي تعبانه وعايزه اريح شويه، اوكي؟ طب ما تقعدي شويه. كيفاش كمكناس؟ ايوه. الله الله. بتاخد. ايوه. وتروح فين الشمس من على قفل المكناس؟ الله 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 الله. ده انت مروش نفسك بقى. بنقلش. انت بتحببها فيك ازاي؟ ما بعملش حاجه، ده القلش وما يريد. هي بتحب القلش يعني؟ جدا. ليه بقى بتقول لها ايه بقى؟ بتقول لك ايه يعني؟ مثلا قالت لي انا من مكناس، قلت لها مكناس كلامها عجب، مكناس قلوبها ذهب، ومكناس كتير جرحونا. ايوه. وتعالى شوف المكناس. اه. ومكناس بالكهرباء، ومكناس بلاستيك. اطلع بره بيتنا. مش طالع. فين رشيده؟ رشيده مع بكار. ايه ده اللي انت لابسه ده يا عم حلواني؟ اه طقم شبابي كده، انزل كده عيد الحب فالنتاين النهارده من حقي بقى، انزل اروق شويه كده. عايزين حاجه من عيد الحب؟ خلاص امشي وسيبني، سيبني وروح لها. بس لازم تعرف هي مش هتحبك قد ما انا حبيتك، هي مش هتضحي قد ما انا ضحيتك. امشي امشي وروح لها وهتندم، هتندم قوي. حسبي الله ونعم الوكيل. مالك مالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اوه رشوده حبيبه قلبي، سوري اندمجت في البروفه.
بس انا باذن الله داخله عمل قريب جدا وعامله فيه شخصيه مختلفه تماما. اول مره هطلع من غير ميك اب خالص. بصراحه انا ندمانه، انا ندمانه بزاف. معقوله يعني تبقى قدامي نجمه معروفه فيديت زيك وانا ما شفت لهاش حاجه؟ انا بصراحه مقصره في حق الدراما المصريه. والله يا رشوده بقى دي غلطتك ان انت مش متابعه، بس باذن الله لما تتابعي هتنبهري بيا، هتنبهري بادائي. طيب بالحاجات بتاعتك اشوفها فين؟ بصي اما ينزل لي حاجه هبعت لك على الفيس. شكرا ميرسي. انا كنت عايزه اسالك سؤال، ممكن؟ اتفضلي حبيبه، ده انت بقيتي خلاص واحده مننا. ثانك يو، يعني واحده تخبل يعني بريتي يعني امرايه زيك وفنانه فيديت ومعروفه ما عندهاش حب في حياتها، معقوله؟ والله انا يعني عندي فانز كتير قوي قوي قوي، بس انا مش مركزه في الموضوع ده لان بحس ان الجواز والارتباط بيعطل كارير الفنانه. يا بنتي انا فاهمه، بس انا مش قصدي على الفانز، انا قصدي على حد سبيشال يعني حب. ده انت قروبه يا رشوده بجد والله العظيم. هو في حد بس انا عامله عبيطه مش حاساه. يا بنتي مش مهم تحسيه، ارجع واقول لك تاني لازم تعيشي الحاله. بصي النهارده فالنتاين صح، تبقي تروحي تشتري له هديه، مش مهم هي ايه، مهم هديه حمراء وتوديها له، هتشوفيه هيجري وراكي. اسمعي كلامي، هبقى فنانه بتعيش الحاله معطاءه. ميرسي يا رشوده حبيبه قلبي، باي باي. تاني خلي عند امي الكرامه بقى، بص في المرايه معفنه. يخصى عليك يا مرتضى، انا غلطانه اني عبرت واحد زيك. الله يخرب بيتك يا رشيده. اخ يا دنيا، دولي يا لهفة، انتوا فين؟ ايه يا بابا، ايه اللي عمل فيك كده؟ فيش يا بنتي، انا نزلت وطلقت رزقي، اليوم كان ماشي حلو من اوله، والموزه رايحه جايه قدامي وعيد بقى، لحد ما الصناره غمزت مع موزه، قلت هي دي بتاع اليوم كله بقى. وبعدين؟ مشيت وراها، راحت سحباني ودخلت السوق في حرق، دخلت وراها فجأة وقفت قالت الحقوني الراجل ده بيتحشحر، حرش بيا. هي قالت حرش وعينك ما تشوف الا النور. يا لهوي، ايه اللي خلاك تعمل في نفسك كده يا بابا؟ رشيده هي فين؟ انا مش عارفه، مش لاقياها في الاوضه، وكمان مش لاقيه الحلقه الذهب والانسيال بتاعي. ايه ده؟ التليفون بتاعي فين؟ انا كنت ساب التليفون هنا. حركات القرع دي يا جدعان مش هتنفع، هتاخدوا مني الموبايل هاخد منكم عمركم. السلام عليكم. معلش يا جماعه ما لقيتوش المحفظه بتاعتي؟ الضر ان هي وقعت مني وانا قاعد مع رشيده. يا جماعه في، يا لهوي ايه اللي جرى لك؟ في ايه؟ في ايه يا خالته؟ قول. انا لاقيه البنت رشيده عماله بتجري وعلو عمال يجري وراها بيصور، وانتوا زعلتوها في حاجه؟ بنت الصايعه، انا من ساعه ما شفتها وقلت القلش بتاع صاحبي ده ما يجيش من بره، ده قلش محلي. عايز اقول لك كلمه سر. ايه يابا؟ ايه رايك في العصايه دي؟ حلوه، تجربها؟ هو ده، هو ده السبب، هو ده اللي فاضي.